مع تولي حسن شحاتة مهمة المدير الفني لمنتخب مصر خلفا للإيطالي ماركو تارديلي في نوفمبر 2004، بدأ الفريق مسيرة استعادة بريقه المفقود منذ تتويجه بآخر لقب لكأس الأمم الإفريقية قبلها بنحو 6 سنوات مع مدربه التاريخي محمود الجوهري. المعلم بدأ بتكوين فريق جديد كانت نواته نجوم منتخب الشباب الذين فازوا ببطولة أمم إفريقيا عام 2003، ونجح الرجل في مهمته الأولى عندما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 25 التي استضافتها مصر عام 2006. إيه يعني الفوز بكأس الأمم؟ دي بطولة أي كلام، وكمان فزنا فيها بضربات الحظ على أرضنا. لو عاوزين نحكم على الفريق بجد خلينا نشوف هيعمل ايه في غانا 2008. هكذا ردد البعض في معرض هجومه على منتخب الساجدين ونجومه وقتها، قبل ان يقدم الفريق عروضا تاريخية في كوماسي واكرا ويكتسح عمالقة القارة ويتوج للمرة الثانية بلقب الكان، ثم يضيف اللقب الثالث تواليا في انغولا بعدها بعامين في انجاز قلما يتكرر في اي بطولة قارية في العالم. خسارة المنتخب لبطاقة التأهل لنهائيات مونديال جنوب افريقيا بعد لقائه الفاصل مع شقيقه الجزائري في ام درمان، ثم اخفاقه في بلوغ نهائيات النسخة رقم 28 لامم افريقيا اطاح بالجهاز الفني بقيادة المعلم حسن شحاتة، وتعاقد سمير زاهر مع الامريكي باب برادلي من اجل الوصول لمونديال البرازيل، فوصل الفريق تراجعه وفشل في تجاوز العقبة الاخيرة بعد خسارته المهينة وغير المسبوقة امام غانا. ماذا بعد؟ هل هناك اسوأ من هذه النتائج؟ هل يعقل ان البطولة التي كان لا يقنعنا الفوز بلقبها 3 مرات متتالية اصبحنا نتمنى تجاوز تصفياتها ضمن 15 منتخب افريقي؟ بنعم تأتي الاجابة. بعد ان خسر المنتخب مع جهازه الفني الجديد بقيادة شوقي غريب لقائيه في المجموعة السابعة امام السنغال ثم تونس، واصبح في حاجة لدعاء الوالدين والكروان ايضا لتفادي الغياب الثالث على التوالي عن بطولة احرزها 7 مرات ويحمل الرقم القياسي لمعظم ارقامها. وتتواصل التساؤلات، هل هناك ما هو أسوأ ينتظر الكرة المصرية بعد سنوات الخريف العجاف التي عاشتها منذ تتويج بآخر لقب إفريقي لهم على حساب غانا؟ القضية تستحق النقاش بعد الإخفاق غير المسبوق للأندية المصرية وتساقطها كأوراق الخريف في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية هذا الموسم، وخروج منتخب الشباب من تصفيات كأس الأمم أمام نظيره الكونغولي في الإسكندرية مؤخرا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي الكبير أستاذ حسن مسكاوي الناقد الصحفي الكبير. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا بك كابتن، نورنا ومشرفنا. الله يخليك. خليني أقول بس بعض الأخبار السريعة، أنه كابتن حسن شحاتة يعود غدا إلى المغرب لقيادة فريق الدفاع الحسني الجديدي في مسيرته في الدوري المغربي، وأيضا كابتن حسام حسن أعلن قائمة فريقه لمباراة السوبر، ضمت أحمد شناوي، محمد أبو جبل، محمود جنش، احمد ديودار، علي جبر، حماده طلبه، ياسر ابراهيم، محمد عبد الشافي، عمر جابر، احمد سمير، ابراهيم صلاح، محمد كوفي، معروف يوسف، احمد توفيق، احمد عيد، عبد الملك، ايمن حفني، محمود خالد، الشهير بشيكا، مصطفى فتحي، وعبد الله السي، خالد قمر، واحمد علي. وما زلنا في انتظار قائمه النادي الاهلي، تم استبعاد اوباما واسلام جمال وبازوكا ورضا العزب وصالح موسى، وجهات نظر فنية، غياب حازم امام وطارق حامد وباسم مرسي ومحمد شعبان اما للاصابة او للايقاف. دي الاهلي كمان وليد سليمان اصبح جاهزا للمباراة ولا توجد مشاكل في مشاركته في اللقاء. وفي غانا اقالوا كواسي ابيا المدير الفني رغم انهم فازوا على توجو في توجو بعد التعادل امام اوغندا، لكن بالتراضي تم فسخ التعاقد بينه وبين الاتحاد الغاني لكرة القدم. تعليق كمان
على حوار المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي القيم مع الزميل ماجد غراب. الحوار ده هايل، والحوار ده لو زي ما هو كده يبقى خلاص، يبقى احنا بنسير في اتجاه صحيح بنسبة 100%، بنسير في الاتجاه اللي ان شاء الله يصلح من حال الكرة المصرية. وارجو انه الجميع يتكاتف، نادي الاهلي بإدارته بلاعبيه بجهازه الفني فترة المقبلة، لانه عايزين نصل الى الدرجة الاصح والوصول الى ما هو فيه فائدة لكرة القدم المصرية. عايزين نرجع الجمهور، عايزين الجمهور يملى المدرجات، لكن بعيدا عن الفئه المشاغبه الطاغيه الحقيقه اللي بتحاول بكل طاقتها انها تفسد الرياضه المصريه ومتعه كره القدم المصريه. استاذ حسن لو عندك تعليق على حاجه الاول اتفضل، لانه عندي ملف مهم جدا. الكره المصريه هل وصلت الى سنوات الخريف؟ هل بتنتهي؟ هل دعاء والدين نجيب المستكاوي ما زال يجدي، ام دعاء كروان حسن المستكاوي يكون الان له الدور؟ لكنه لو حضرتك تحب تعلق قبل ما اخش في القضيه بتاعتي. الجمهور كلنا عايزين الجمهور يرجع، ما فيش يعني ما فيش حد تقول له انت بتحب الذهب، كل الناس بتحب الذهب، يعني ما فيش حد ما بيحبش الذهب، لكن ازاي تجيبوا الذهب ده؟ عايزين الجمهور يرجع طبعا، يعني وعايزين يرجع بضوابط وبقانون وبنظام. احنا زهقنا، وانا الحقيقه المشاهد اللي بشوفها في المدرجات عامله لي استياء، مش انا لوحدي بس، يعني في مصريين ملايين، يعني الواحد بيشوف الناس في الشارع وبيتكلم مع الناس وبيتكلم مع اصدقائه، وراي عام، راي عام خلاص زهق من المشاهد دي. جمهور الكوره في مصر هم الالاف اللي بيحضروا المباريات. جمهور الكوره في مصر هم ال 100,000 اللي حضروا قبل كده في استاد القاهره في كاس الامم الافريقيه. جمهور الكوره في مصر محدش بيحتكر ان هو الجمهور الوحيد. عايز تحضر على عيننا وعلى راسنا كلنا، بس بالالتزام وبالقانون وبالنظام. ولازم نطبق القانون. ومسألة دي عايزة وقت، ومسألة هتاخد مجهود. لان انت عشان تطبق، يعني اسهل حاجة انك تترك الفوضى وملكش دعوة بيها، صحيح، عشان تريح نفسك. لكن عشان تقاوم وتمشي مظبوط وتعمل نظام مظبوط هتتعب جدا. كلم ده للمؤسسات وللداخلية وللدولة كلها، صحيح، يعني لازم تتعب عشان تفرض القانون. ودي مسؤوليات الدولة ومسؤولية الحكومة انها تعمل ده وتتعب عشان تطبق القانون. القانون يطبق على الجميع. الكلام ده انا مش بقوله، معلش يا كابتن انا هطول في الحتة دي شوية. اتفضل. انا ما اقدرش ادعي اني قلت او ما قلتش، لان في تلفزيون وفي جرايد مكتوبة. صحيح. انا بقول الكلام ده قبل كارثة استاد بورسعيد. ده صحيح. ان انا كنت بندهش ان يبقى في حد بيولع في اتوبيس ويترك ولا يحاكم ولا يسجن. انا مش متخيل ان ده يحصل. هذا الاحتقان الذي ترك بين جماهير الانديه يسال عنه اللي تركه يستمر ويشتعل. لابد من وقفه، وهذه الوقفه يعني اعتقد انها بعد اللي حصل في مباراه مصر وتونس كمان، يعني بلا مبرر على الاطلاق، يعني زي ما انا عرضت مش هيخش الملعب الا اللي هيحترم الملعب. ودي جملتي الاخيره في هذا الموضوع. بس طيب، عايز اكلمك على الكره المصريه. زي ما حضرتك شفت في التقرير احنا ابطال افريقيا، ده مش في الماضي. يعني حضرتك لو في سنه 34 ولا 90 زي كاس العالم اقول لك ماشي. لكن انت بدات انتفاضه 90 بالوصول لكاس العالم، 98 بالفوز ببطوله الامم الافريقيه، ثم 2006 2008 2010 على الاقل متواجد بصفه دائمه في البطوله، مرشح اول للبطوله دائما وابدا. حتى على الكبار طبعا اللي بيتاهلوا لكاس العالم زي كوت ديفوار وزي الكاميرون وزي نيجيريا وغيرها من الدول، وانس ان مصر وصلت دائما وابدا بتترشح. الان اصبح حلم لدى الكثيرين مجرد تاهل المنتخب المصري لنهائيات الامم الافريقيه. تغيير في الاجيال، اجيال المدربين، تغيير في المدارس، من المدرسة الوطنية حسن شحاتة إلى مدرسة أجنبية أمريكية بالتحديد برادلي، ثم عودة إلى المدرسة المصرية مرة أخرى بشوقي غريب، تغيير في اللاعبين حتى بأشكال كثيرة جدا ووجوه
عديدة جديدة على المنتخب الوطني زي مثلا علي غزال وغيره من اللاعبين. في النهاية المحصلة سيئة للغاية. كلامي بقى مع حضرتك النهارده مش فني، مش حسام غالي زي ابو تريكه ولا مش عارف بركات ما عرفناش نعوض غيابه. حسام غالي مش زي ابو تريكه. نعم. يعني احنا شرحناها يعني. شرحناها واحنا قاعدين. قلنا ان هو صانع الالعاب الوحيد اللي موجود في منتخب مصر. نعم. في الظروف اللي احنا فيها دي. لكن الفرق بينه وبين ابو تريكه ان ابو تريكه سريع الايقاع بيقرر قبل ما الكره تجيله، حسام غالي بيبطئ اللعب، حسام غالي بيصنع اللعب من نص الملعب اللي ورا، ابو تريكه بيصنع اللعب من نص الملعب اللي قدام. نعم. ودي فروق مهمه جدا. صحيح. زي لما حد يقول ايه الفرق بين حسني عبد الرب وحسام غالي، برضو اللي بيشوف كوره كويس يقدر يقول بسهوله جدا الفرق بين الاثنين، بين حسني عبد الرب ومن حسام غالي. حسام غالي سرعته كلها اذا كان سريع في النص اللي ورا بتاع الملعب. حسني عبد الرب لعيب مقتحم، انت لو في ماتش تونس حسني على طول قدام ال 18 بتاع تونس. حسام غالي نادر قوي لما حتى هو مع الاهلي يكون في هذا المكان. دي فروق قد تبدو صغيره لكنها فروق مهمه جدا بين لعيب ولعيب. وعلشان كده بيجي المدرب لما يجي يختار لمباراه او دون مباراه لازم يبقى عنده الحسابات الصغيره دي، يبقى عارف الفروق بين اللعيبه عشان ما يبقاش في التشكيل حاجه غلط. بس يعني معلش بالمناسبه كمان هخرج حسب مصادري انه جريده غاضب من حسام غالي، غاضب جدا منه، وغاضب ايضا من عماد متعب، ده حسب معلوماتي اللي انا عرفتها يعني. طيب القضيه الان، هل بدانا خريف كره القدم المصريه؟ وهل هذا الخريف هيستمر ام ان هناك امل لانقاذ الكره المصريه؟ استاذ بداناه في 2010 مش دلوقتي يعني. لكن خلينا نعرف بس يا كابتن الكره المصريه عشان الناس دايما بتختصر الكره المصريه في منتخب مصر الاول. مش صحيح، الكره المصريه مش منتخب مصر الاول. احنا لما الحكم، لو الحكم عندنا بينزل الملعب ولابس سماعه، لو شفته لابس سماعه هقول لك شوف ده حاجه تافهه جدا. اقول لك لا ده الكره المصريه بتتطور. تتصور بقى ان ده مش موجوده عندنا. فالكره المصريه تعرفها اولا الدوري الممتاز والمسابقات المحليه. ولا كانت الانجليز انتحروا. يعني رئيس الاتحاد الانجليزي يعمل كده مشنقه ويقف ويعلن انتحاره يعني، لان انجلترا من سنه 66 ما خدتش لا بطوله ولا كاس امم ولا امم اوروبيه ولا كمان كاس عالم. انما هناك في الدوري الانجليزي حياه وثراء وفلوس وشهره ودخل قومي بيخش لانجلترا. اذا الكوره المصريه هي الانديه، هي الانديه والدوري والحكام والجمهور والملاعب كل ده. لكن خلينا في المنتخب. المنتخب الخريف بدا في 2010. 2008 2006 خدناها بركلات الترجيح في استاد القاهره قدام 2006 2008 لعبنا كوره لم يلعبها منتخب مصر. هذه هي البطوله الوحيده اللي انا بتفرج على كوره طول عمري يعني. طول عمري بسال هنكسب ولا مش هنكسب. المره الوحيده اللي قلت هنكسب كام في 2008 كان السؤال بتاعي اللي انا بساله لنفسي هنكسب كام النهارده في الماتش ده. لعبنا كوره لم نلعبها قبل كده ولا بعد كده. كسبنا الكاميرون اربعه وكسبنا لا كوره حتى كوره ممتعه. نعم. انت قاعد بتتفرج مستمتع ب 2008 احنا ما خسرناش بونت في 2010 بقى. في 2010 ما تقوليش بونت ومش بونت لان انا ذاكرتي معتمده على الورق مش معتمده على الذاكره يعني. عشان الواحد انت عارف طبعا يعني. ف 2010 ابتدى الكيرف بتاعنا ينزل حتى في كاس الامم. لكن خدنا البطوله. يا كابتن الاصلاح بيكون وانت في القمه. بيبدا وانت في القمه. مش تستنى لغايه ما يحصل أسوأ اصلاح اللي بيبدا وانت مدفوع بازمه وانت مدفوع بانكسار. مش معقول يعني مركب تغرق نراجع كل المراكب اللي بتمشي في البحر تبع مصر علشان المركب اللي غرقت. قطر يدوس يعدي مزلقان يوقع مش عارف ايه نراجع المزلقانات. لا دي احنا نراجع المزلقانات من الطبيعي ان احنا نراجعها. مش عشان حادثه يعني.
مش معقول الكلام ده. الناس ممكن تكون سامعاني بتكلم الكلام ده يا اخي، قول حاجه جديده بقى. ما انا مش قادر اقول حاجه جديده، لان الكلام ده احنا بنقوله من سنين طويله جدا، من سنين طويله. بس النهارده هنقول حاجه جديده، فلازم لازم يبقى لازم نطور نفسنا واحنا كويسين. الخريف بدا من 2010، لان بس 2010 دي بالتحديد حضرتك كسبت الثلاث فرق لتاريخ كاس العالم، نيجيريا 3-1، غانا في النهايه 1-0، الجزائر 4-0، وده في 2010. حضرتك بتقول ان احنا كان عندنا الخريف بدا او العروض بدات تقل، لان طبعا احنا عروضنا في 2010 مش زي 2008، لكن الخريف بدا كمان، لانك انت لما خدت بطوله 2010 الاتحاد الكوره مش يمكن مش مسؤوليه المدرب ساعتها، لانه كان عايز يكسب بطوله. الاتحاد ولجنته الفنيه، اذا كان في لجنه فنيه، انا بتكلم على وقتها يعني، او في التاريخ يعني، اذا كان في الاتحاد في لجنه فنيه، لازم تكون الناس بتفكر بعد الجيل ده في مين؟ مين الجيل اللي احنا بنعده؟ مين الجيل اللي هيلعب بعد كده؟ العالم كله بيشتغل بهذه الطريقه. قد يصيب وقد يخطئ، بتحصل يعني سنين بتسقط فيها العروض في الدول زي فرنسا، لكن بترجع تاني. صحيح. فرنسا في كاس العالم بدات ترجع، اسبانيا حصل لها انهيار. المانيا نفسها؟ المانيا طبعا قصه، المانيا قصه لوحدها. يعني دي اللي عايز يتعلم كوره واصلاح كوره. ايوه. بالنسبه للمنتخب يدرس التجربه الالمانيه وحتى الانجليز. عارف الانجليز دلوقتي بيقولوا ايه؟ اولا الانجليز عاملين خطه ان هم في 20، طبعا لو جه رئيس اتحاد اعلن هذه في مصر يعني قال هذه الخطه، كل الناس هتضحك والاعلام هيهاجمه، هيقولوا يا عم انت الانجليز عاملين خطه ان هم ياخدوا كاس العالم 2022. الكلام ده من سنتين، يعني قبلها ب 10 سنين بيقولوا احنا عايزين ناخد كاس العالم بتاع 2022. النهارده كل قصتهم في اعتراف صريح ان اللاعب الانجليزي ما عندهمش مواهب. الانجليز مش الدوري. الدوري مليان اجانب فمليان مواهب، لكن هم ما عندهمش مواهب، فمشكلتهم الناشئين الناشئين الناشئين. بيركزوا دلوقتي على الناشئين، وده عملا بالتجربه الالمانيه اللي هي كانت تجربه سريه جدا وبديعه جدا وجديده جدا، وماشي معاها بقى العلوم والقياسات والحاجات بقى يعني احنا الحقيقه مش عارفينها. ما تعرفش اللعيب المصري بيجري كام كيلو في الساعه، ولا كام ولا كام ولا بيعمل كام تمريره سليمه في المباراه. يعني دي حاجات بقت دلوقتي بتؤثر في اختيارات المدرب للعيب، احنا ما بنعملش ده. عندنا مركز تدريب مهم جدا او مركز كبير في 6 اكتوبر اسمه مركز تدريب المنتخبات الوطنيه. والمنتخبات الوطنيه ما بتقعدش فيه، بتقعد في فنادق 5 نجوم. امال ده مركز تدريب منتخبات وطنيه ايه؟ امال ايه يعني؟ صنم من الاصنام اللي احنا بنعملها ونقول ان احنا عملنا، لكن المضمون جوه ما فيش حاجه. ده للاسف طبعا. ده زيدان يعني ده في 2008 2008 اللي هو ماتش الكاميرون اللي هو يعني ايه المباراه الافتتاحيه 4 احسن طبعا. 4-2. نعم. 4-2 حاجه مفاجاه كبيره جدا. شفت الجون ده عامل ازاي؟ في طبعا. بس الجون ده عامل ازاي؟ طبعا. زيدان ده دي مواهب ما بقتش موجوده. دي مواهب. بطل زيدان. بطل. عمرو زكي بطل. النهارده لغى عقده مع العهد اللبناني. ابراهيم سعيد بطل. ثلاث مواهب مهمه جدا. ابو تريكه بطل باحترام. كلاعب كوره انهى مشواره باحترام وبطل. لكن ثلاث مواهب عظيمه في كره القدم زي الاستاذ زيدان وزي عمرو زكي وزي ابراهيم سعيد بتبطل، ما بتستفيدش منهم الكره المصريه ب 20% من امكانياتهم للاسف الشديد. يعني. نعم. فده الحقيقه يعني الخريف بدا في هذه بعد 2010 بعد ما كسبنا، واحنا مش عارفين ايه الجيل اللي احنا هنلعب بيه بعد كده. ايه الجيل اللي هنلعب بيه في 2014 و2018 و2020؟ ما بنفكرش في الحاجات دي. فمن هنا المأزق اللي حصل للمنتخب الاول دلوقتي. لكن تاني ارجع اقول لك ان مش القضيه هي المنتخب بس. طيب. القضيه اوسع من المنتخب. طيب واحنا بنتفرج ده ماتش مصر والسودان اللي لم تخن الذاكره يعني، وبعد كده تعادلنا مع زامبيا، ثم فزنا في دور الثمانيه ودور قبل النهائي، ثم فزنا بالبطوله. خليني اخد معاك من موضوع الهدف يا استاذ حسن، انه قصه او كلمه معسكر دي كلمه مهمه قوي.
وحضرتك قلت على مشروع الهدف بالتحديد وانا هستفيد مركز شويه. مركز تدريب المنتخبات الوطنيه الهدف. هو ده ده اسمه كده يعني ما نعرف ان هو الهدف يعني بس اليافطه اللي مكتوبه فوق كده هو الهدف حاجه يعني يا سلام يعني وكاله ناسا للفضاء تمام صحيح تشعر كان بادئ حلو وكانوا حاطين صور حلوه بره وكل حاجه جميله وبعد كده بوظوها. احكي لك بس قصه المركز ده لانه مهم قوي وانا كنت حاططها محور اساسي في حواري مع حضرتك لما عرفت انه معسكر منتخبنا كان في الفيرمونت. الفيرمونت مليان افراح وليالي ملاح وحاجات لذيذه وجميله وده ما جو ما بيساعدش على معسكر من وجهه نظر الشخصيه. المركز ده حسن 26 فدان جه ايام الاتحاد اللي انا كنت فيه حصل ديل ما بين السيد سمير زار رئيس الاتحاد السيد حسن صار رئيس مجلس قوام الرياضه بقدره قادر خد منه 16 فدان حط عليه يافطه كتب عليها مركز التنميه الرياضي سحبه من اتحاد الكوره مع انه تخصيصه كان من وزاره الاسكان الاتحاد المصري لكره القدم في مقابل انه يعمل انشاءات ويعمل ملاعب ويعمل ويعمل ما حصلش حاجه خالص من دي خالص. ادي واحد. اتنين المطعم اللي موجود هناك ما فيش متعهد وبالتالي بيجيبوا الاكل من بره اما بيجيبوا حد بيسخن انا مش بهزر بالكلام لان في منتخبات شباب او منتخبات ناشئين بتبقى موجود. اتنين ثلاثة الاوض نفسها حالتها سيئه للغايه يعني لا تليق بالمنتخب الاول يقعد فيها ولا حتى منتخبات الشباب بمنتهى الامانه يعني يمكن الاولاد الناشئين من الممكن. ال 16 فدان اللي موجودين دول انا بتصور ان هم ممكن ينقلوا الكره المصريه نقله ثانيه وده بدايه الاصلاح. انا متاسف انا اخذت من حضرتك شويه. لا ده بدايه الاصلاح لانه ده تعمل فيه معسكرات صغيره موتيل صغير كده 30 اوضه ولا حاجه ده المخصص للمنتخبات تعمل فيه اربع ملاعب كمان ده للمنتخبات كل المعسكرات هنا وليله المباراه ممكن انقل لفندق قريب من الاستاد ولا من الدفاع الجوي او من المكان. السؤال لماذا لم نستفيد من هذا المشروع؟ وهل لو اتحاد الكوره دلوقتي راح لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه راجل متعاون جدا هيرد لهم ال 16 فدان دول ويبدا يعملوا الملاعب ويبدا يعمل الموتيل اللي جنبه اللي موجود ده خاصه ان جاله فلوس كتيره الفتره الاخيره يقدر يبني ولا لازم اخد من الدوله ولازم ابدا اعمل كل ده يا استاذ حسن؟ انا هسالك انا سؤال اتفضل تتصور او تعتقد او تخمن ان اتحاد الكوره المصري عنده خطه لاعداد فرق واجيال لسنه 2020 ولا سنه 2016؟ طيب يعني لما يبقى الناس اصلا اللي بتفكر الكوره اصل انت شغلتك انت في اتحاد الكوره ما انا يعني لما رأيي دايما اللي عايز يخش اتحاد اي لعبه جمباز كوره سباحه لازم يبقى مهموم باللعبه تمام وحياته كلها وبيفكر في ال 20 سنه اللي جايين حتى وهو مش موجود في المكان ده زي ما بيحصل في البلد دلوقتي كبلد ده لازم في قناه السويس للبلد بتتكلم نعم لازم يبقى بتفكر لاجيال جايه نعم قلت لك انا قبل كده ان مدير الاتحاد الياباني عمل سيمينار على كاس العالم حاجه و50 2050 او 55 حاجه زي كده 54 2000 سنه 2050 هيكون يعني هو مات بيقول احنا هناخد كاس العالم وعندنا خطه ان احنا ناخد البطوله دي في 2050 الناس اللي كانت قاعده احترمت الكلام ده ما عدا بعض المدربين العرب اللي يمكن يقعدوا يضحكوا يا عم وانت مالك انت هتكون عايش ساعتها راجل كبير في السن وبيتكلم على حاجه بعد 50 سنه انما يعني الكلام ده كان في 2003 لبلده بيتكلم لبلده هو القضيه هو مش موجود مش مهم موجود يا اخي احنا كل حاجه مرتبطه بالناس اللي موجوده والناس اللي بتيجي ما بتفكرش انا مش عايز اتنرفز لا اتنرفز بس أنا عايز الناس اللي بتيجي ما عايزين نحط روشته للانقاذ مش للاصلاح تمام ما بيفكرش ما عايزين يعني نفكر بقى ما عايزين نبدا بالمنشات انا عايز ابدا واحده واحده المنشات الملاعب نظام المسابقه هيكون معانا على التليفون خالد بيقول نعم المنشات دي تعمل فيها اكاديميه وتعمل فيها معسكر يليق بمنتخبات مصر كلها بما فيها المنتخب الاول تمام مفيش حاجه اسمها لعيبه تقعد وسط افراح وليالي ملاح ورقص وحاجات لطيفه ما ينفعش انا بس عشان ما حدش يطلع يرد عليك احنا كنا عازلين اللعيبه انا ما عنديش لا لا انا مش مختلف على ده بس اللي انا عايز اقوله يا كابتن حسن انه ده جو عام ده هو ده فندق ده طبيعته يعني ده اسلوب الفندق المطعم فيه ناس كتيره صاله الافراح طبعًا شغاله طبعًا القاعات موجوده لو يعني حد قابلك ويقول لك هتعمل ايه يا كابتن مع تونس ان شاء الله عايزين مش عارف ايه عايزين ده لكن هنا في بيتي في مكاني ما عادش لي حاجه عندي
زمان كل الاباطره دول حسن شحاته والخطيب وفاروق جعفر وعلي خليل ومختار و كانوا بيعسكروا في اتحاد الكوره، كانت اوض داخل اتحاد الكوره. بعد كده انتقلنا الى فندق المنتخبات اللي كان موجود جنب الاستاد، كنا بنقعد اللعيبه في عنابر 8 و8 و8 يا استاذ حسن. طبعا يعني احنا لازم نستفيد من احنا يعني ايه مفيش مطعم، يعني ايه عاملين مركز تدريب ومفيش مطاعم ومفيش اوض ومفيش ليه يعني هو اصنام بنعملها ونقول ان احنا عملنا يعني بنضحك على مين؟ بنضحك على مين بجد؟ ما انا بص يعني انا كنت بقول من زمان حتى كمان اخش الاتحاد الافريقي لازق كان في الاتحاد المصري. نعم تخش الاتحاد الافريقي يا اخي نظام وسيستم وحاجه منتهى الشياكه وتخش الاتحاد المصري يعني مش معقول يعني مش معقول بجد. الفرق بينهم كان جدار يعني ايه السبب يعني ليه احنا كده؟ طب هل توافقني انه دي البدايه يا استاذ حسن؟ لازم يبقى عندك بدايه خطه، ما تقوليش انه انا هاخده انه هيبقى المعسكر بعد سنتين، بس ابقى حاطط اساس اشتغل عليه. البدايه يا كابتن نعم وهي هتبقى متاخره. البدايه يبقى في لجنه فنيه في اتحاد الكوره برئاسة حمادة المصري، الحمد لله رئاسة لجنة فنية في اتحاد الكورة. تقول لي أنا يا فندم رئيس اللجنة الفنية في اتحاد المصري حمادة المصري، أنا مش نعم. لجنة فنية في اتحاد الكورة تقول للمصريين تقول لنفسها مصر كسبت ليه كأس الأمم الأفريقية 3 مرات ورا بعض؟ وهل ده لأن جيل كان عندنا جيل مواهب؟ هل كان المدرب عبقري جدا اللي هو الكابتن حسن شحاتة؟ هل لأن الأفارقة فيهم المنحنى للمستوى الفني بتاعهم تراجع ونزل؟ يعني لازم ندرس ايه الاسلحه اللي لعب بيها الفريق المصري. هل هي التمرير القصير ولا الكرات الطويله؟ الطرق اللعب اللي لعبناها وايه هي الطريقه اللي تناسبنا؟ والناس اللي عماله تقول 3 5 2 حاجه قديمه مش صحيح. 3 5 2 لعبت بيها هولندا في كاس العالم مع بعض التغييرات. هل اللعيبه الموجودين كانوا هم دول؟ طب ما احنا كان في وقت من الوقت عندنا اعظم نجوم في القاره لكن ما خدناش بطولات. ده صحيح. 74 و78 وهكذا. حسن شحاتة وفاروق جعفر والخطيب ويعني وعتاوله الكوره في مصر ما خدناش بطولات. القضيه ما كانتش جيل بس، يعني ما كانتش جيل موهوب اللي هو جيل ابو تريكه، لا في اكيد عوامل ثانيه خلتنا ناخد. اكيد مدرب، اكيد طريقه لعب، اكيد اسلوب، اكيد في حاجات، اكيد الافارقه نفسهم يمكن مستواهم ما كانش زي ما هو. كل ده برضو يعني جميل. لازم انا حضرتك انا مركز في حياتي مع حضرتك، ومعايا على التليفون صديقنا العزيز خالد بيومي، بنقول له الحمد لله على السلامه يا كابتن خالد. الله يسلمك كابتن، اهلا بيك. انا حسن ازيك؟ اهلا يا خالد، الحمد لله على السلامه. بعتذر والله لعدم الحضور، انا اسف جدا والله، يعني ظروف خاصه جدا جدا. لا لا اتمنى اكون موجود في حلقه زي ديت لانها حلقه مهمه جدا جدا، يعني اتمنى طبعا يكون فيها هدف او صالح عام للكره المصريه. الموضوع مش موضوع منتخب بس يا كابتن، ولا موضوع ان احنا خسرنا من تونس ولا خسرنا من السنغال او خروج من كاس الامم الافريقيه او خروج من كاس العالم، ولكن هي منظومه للاسف يعني بقى لكم اكثر من نص ساعه متابعكم بتكلموا في منظومه صعبه جدا جدا جدا. طيب خالد او كابتن خالد، وانا بسال الاستاذ حسن، كان سؤالي الاول بدانا الخريف ولا لا؟ وقال الخريف بدا من 2010، وبعدين قلت اخدها معاه خطوه خطوه، فبدانا بالمنشات، وابديت اعتراضي العنيف انه المنتخب يعسكر في فندق كبير فخم، مع كل احترامي وتقديري وعلمي انه المنتخبات السابقه كانت بتعسكر، وهيطلع لك حد يقول لك ما احنا لما خدنا بطوله 2006 كنا في سيتي ستارز، ولما مش عارف هتطلع كل المبررات دي، لكن انا بتكلم على اجواء احترافيه يتم اعدادها ليس للمنتخب الاول ولكن لكل المنتخبات من ملاعب ومنشآت. واقترحت ان ال 16 فدان اللي هم اصلا بتوع اتحاد الكوره اللي جنب ال 10 فدادين يديهم المهندس خالد عبد العزيز للاتحاد، الاتحاد يبدا مشروع البناء بمسانده من الاتحاد الدولي، نعمل فيها اكثر من فندق او فندق بيستوعب كافه المنتخبات، واربع ملاعب تبقى موجوده بشكل جيد جدا، منها ملعب نجيل صناعي وثلاثة نجيل طبيعي اذا كنا هنلعب بره في ملاعب نجيل صناعي. ده قلت قد تكون هي البدايه اللي نبني عليها. ثم كنت هتكلم مع الاستاذ حسن مسكاوي، اتكلم مع حضرتك في نظام الدوري المجموعات. انت حضرتك عامل موضوع تطوير حلو جدا، انا كنت اطلعت عليه حاجه ممتازه، كنت عايز اطرحه للساده المشاهدين على الهواء مباشره، والمجموعات، وعامل مقارنه
ما بين النظام الدوري في مصر والنظام الدوري في اوروبا وبعض الدول الافريقيه ايضا بعض الدول العربيه؟ اتفضل يا كابتن خالد. والله يا كابتن يعني هي الموضوع كله مش مقتصر فقط لغايه ان يعني هرجع بس لحته تحليلات بتاعت ماتش السنغال وبتاع ماتش تونس، مش مقتصر ان حسام غالي لاعب وحش او علي غزال ما كانش موجود او محمد النني، الكلام ده كله كلام انا شايف انه كلام كله على الورق. ولكن كابتن الاستاذ حسن اتكلم في نقطه مهمه جدا، انا اتحدى لو في رئيس اتحاد مصري موجود ولديه خطه بلاش ب 10 سنين بست سنين او الفتره اللي هو قاعد فيها كرئيس اتحاد للكره المصريه. الموضوع كله ان احنا بنستند على امور وهميه، بمعنى هناخد التجربه الالمانيه وانا متابع التجربه الالمانيه والاستاذ حسن اتكلم فيها انها تجربه تتناسب كثيرا كثيرا، واحنا نمتلك المواهب ونمتلك كل شيء، نمتلك 90 مليون ودي طاقه بشريه كبيره جدا مش موجوده في انديه في دول كثيره على مستوى العالم. المانيا يا فندم جابت مدير تنفيذي للاتحاد اسمه ماتياس سارمو. الراجل ده تولى اداره او الاشراف الفني على اتحاد كره القدم الالماني وعلى رابطه الانديه المحترفه. التحول بدأ من 2001 عندما خرجت ألمانيا من كأس الأمم الأوروبية على يد ريدي فولر بخروج مهين. اجتمع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الألماني مع رابطة الأندية المحترفة مع اللجنة الأولمبية. هل لدينا لجنة أولمبية احنا الأول؟ طب عشان نكمل الكلام. نعم يا فندم. هل لدينا لجنة أولمبية؟ عندنا لجنة أولمبية بتحارب عشان رؤساء الاتحادات ما يمشوش. يبقى دي اول نقطه من نقاطي. انما نتكلم على النظام الدوري. المانيا قررت ان يكون دور المحترفين بالنسبه لدور الدرجه الاولى دور الدرجه الثانيه من 36 نادي. انا بقول 36 بقول 44 نادي، 20 فوق و24 تحت. هل الاتحاد المصري الذي يطمع في الانتخابات يستطيع ان يفرض على دور الدرجه الثانيه ان يكون 24 نادي مش نادي مش دوري جغرافي؟ دي نقطه. النقطة الثانية، ألمانيا عملت أكاديمية 360 أكاديمية على مستوى ألمانيا بالكامل. 360 أكاديمية خاصة فيها كل شيء. جابت مجموعة من الأشخاص اللي هم مدربين على المستوى الإداري في الوقت الحالي. ألمانيا تمتلك أعظم مدربين في كرة القدم، يعني عندهم قدرات عالية جدا في الكمبيوتر. عملت مجموعة أشخاص لاكتشاف المواهب وعملت جوائز شهرية وسنوية للمواهب الشاب اللي أنت شفتهم في الوقت الحالي كسبانين كأس العالم الأخيرة 2014. المانيا تمتلك 9000 مدرب ونحن لا نمتلك مدربين. المانيا تمتلك 1200 مدرب لديهم رخص تدريبيه محترفه. تمتلك 5000 مدرب لديهم رخص تدريبيه درجه اولى. تمتلك 2500 مدرب تمتلك عندهم رخصات تدريب درجه ثالثه. يعني اعتقد ان هم مهيئين وده كله جاي من شغل ماتياس سارمر باقامه معسكرات. الاكاديميات كان دورها ايه؟ الاقتصاد فقط لا غير مش على كره القدم. ولكن لابد ان يكون متفوق علميا، هناك اخصائيين نفسيين، هناك مدرسين موجودين، التفوق العلمي موجود جدا موجود في الاكاديميات، ولذلك وجدنا المنتخب الالماني بعد 10 سنين بخطه متطوره لكره القدم، وده مش قاصر على المنتخب فقط لا غير، لان الاكاديميات تمول من الدور الدرجه الثانيه الى دور الدوري الممتاز، مش مقصوره على بايرن ميونخ ولا بروسيا دورتموند، كابتن الموضوع كبير جدا، انا كنت اتمنى اكون موجود لان ده شرحه يطول يطول ويطول كثيرا. طب انا 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 بدعوك تنورني الجمعه الجاي باذن واحد احد، اتمنى باذن الله. طب انا بس عشان اشرح للساده المشاهدين انه الدوري نظام الدوري المصري نظام الدوري الممتاز 20 نادي بالعافيه، كانوا عايزين يعملوا 26 نادي بيهبط منها خمسه عشان السنه الجايه يبقى 18. درجه الممتاز ب 72 نادي مقسمه على ست مجموعات، كل مجموعه 12 فريق، واتحاد الكورة قللها جدا. السنة اللي فاتت كانوا 98 نادي، بيصعد ثلاثة وبيهبط ثلاث فرق وبيهبط 15 فرق. الدرجة الثالثة من 15 مجموعة، عدد الفرق المشاركة 158 نادي، بيصعد 15 وبيهبط فريقين 30 فريق. الدرجة الرابعة 27 مجموعة، كل مجموعة ست فرق، بيصعد منها الأوائل وعددهم 27. الهدف هو يا كابتن احمد الهدف منه ايه؟ الهدف منه اللي هو الحصول على المقاعد في الانتخابات في مجالس الادارات، وكمان في اعداد مجلس الاداره او كرئيس اتحاد فقط لا غير. مظبوط ولا لا؟ تمام. اتذكر كلمه قالها المهندس سامي أوريدا ايام الانتخابات بتاعت اتحاد كره القدم المصري، كان قاعد على السي بيقول في التلفزيون المجموعه دي ناجحه، وانا قاعد بقول لكم ساعتين ونص هتنجح. ما معناه؟ ما معناه ان التربيط في الجمعيه العموميه مهم جدا قبل التربيط او قبل ايجاد منظومه صحيحه وسليمه لكره القدم المصريه. الكراسي قبل كل شيء، ودي مشكله كبيره جدا. طيب اسمح لي وبرضه هشرك استاذ حسن معانا.
الدوري في انجلترا 24 درجة. الدرجة الأولى اللي هي الدوري الممتاز البريمير ليج 20 نادي. ثلاث أندية بتهبط وبيصعد ناديين. كويس؟ أربع أندية بتنافس على بطولة صعود الثالثة. الدرجة الثالثة مجموعة واحدة من 24 نادي، أو الدرجة الثانية آسف، مجموعة واحدة من 24 نادي. يبقى الدرجة الأولى الدوري الممتاز البريمير ليج زي ما احنا شايفين كده 20 نادي يا أستاذ حسن يا كابتن خالد، بيهبط ثلاثة وبيصعد ثلاثة عشان يفضل 20. الدرجة الثانية مجموعة واحدة 24 نادي، ناديين بيصعدوا وأربعة بيتنافسوا، لهم طريقة معينة في الصعود والهبوط. الدرجة الثالثة مجموعة واحدة من 24 نادي، ثلاثة صعود وأربعة هبوط. الدرجة الرابعة مجموعة واحدة من 24 نادي، لحد الدرجة الخامسة مجموعة واحدة من 24 نادي. تبدأ الدرجة السادسة بيبدأ يقسم مجموعات، الدرجة السابعة بيبقوا ثلاثة، الدرجة الثامنة بيبقى تقسيم مناطق، التسعة بيوزع على مجموعات أكبر شوية. نروح على إسبانيا يا كابتن خالد يا كابتن حسن. عندي تسع درجات. أولها الدوري الإسباني 20 نادي بيهبط ثلاثة بيصعد ثلاثة. الدرجة الثانية 22 نادي، هنلاحظ دايما ناديين أو أكتر زيادة شوية في الدرجة القسم اللي بعديها على طول، بيهبط ناديين بيصعدوا وأربعة بيتنافسوا لهم طريقة معينة. الدرجة الثانية بيقسمها الأربع مجموعات حسب بقى المناطق مش الممتاز به، فالدرجة الثالثة متأسف. والدرجة الرابعة بقى بيبدأ منها بسموها الدرجة هناك الثالثة 18 مجموعة متقسمة مناطق، ثم خمس درجات دوري مناطق. في إيطاليا وانت سيدي عارفين برضو، أنا بس بذكر نفسي والسادة المشاهدين، عندي 20 نادي في الدوري الممتاز. الدرجة الثانية اللي هي بتاعتنا اللي بيسميها الممتاز بـ 22 نادي، يبدأ دول الكبار يبدأ من الدرجة الثالثة، بيوزع جغرافي، بيقسم ثلاث مجموعات في الدرجة الثالثة شمال ووسط وجنوب. الدرجة الرابعة اللي بقى الهواء بيقسمها لتسع مجموعات. في جنوب افريقيا مثلا نموذج زينا، دوري الممتاز 16 نادي، دوري الدرجة الثانية 16 نادي، ودول المهمين. بعد كده الدرجة الثالثة بيعمل تسع مجموعات في 144 وفقا للتقسيم الجغرافي الكبير جدا اللي موجود في في جنوب افريقيا. في نيجيريا 20 نادي. القسم الثاني على طول مجموعتين 16 كل واحدة 16، والدرجة الثالثة بيبدأ يعمل مجموعات فيما يشبه المناطق. غانا دوري ممتاز 16 نادي، ثم نفس الوضع في الدرجة الثانية، وبعدين يبدأ بعد كده يعمل ثلاث مناطق يعمل على أساسها الدوري. الدوري المغربي مثلا كل ده بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة 16 نادي، والقسم الثاني نفس الوضع 16 نادي. الدوري الجزائري 16 نادي، والقسم الثاني ايضا 16 نادي، بل ان القسم الثاني هو كمان دوري محترفين. في تونس 16 نادي وزيهم في الرابطة المحترفة في القسم الثاني. في السودان 14 نادي وزيهم ايضا في القسم الثاني يا كابتن خالد يا كابتن حسن. اسمع كلام الكابتن حسن او رايه بعدين اسمع راي حضرتك. اتفضل يا حسن. هو طبعا واضح قوي في كل الدوريات ان الدرجه البريمير او الدرجه الاولى او الممتازه، خليها الممتازه، عدد الانديه بيبقى الأقل من 18 ل 20. الدرجه الثانيه على طول بتبقى 22 ماكسيمم 24. تمام، دي اقصى حاجه في كل الدوريات. بس سيبك من الناس دي عشان ما بتفهمش في الكوره. لا صحيح، احنا بقى 20 كانوا هيبقى 26 كان ممكن يبقى 48 مظبوط، كان ممكن يبقى 48 96 وكل حاجه. كل حاجه وارده. والدرجه الثانيه 72 ده كانت 98. لو احنا هنعمل دوري محترفين المفروض يبقى الممتاز 20 والدوري المحترفين في الدرجه الثانيه برضه يبقى 20 او 22 ده ماكسيمم، لكن 72 ده لازم نشوف لها حل عشان نبقى يعني مش هنخترع. ما نقولش ايه اللي لعب من ظروفنا يعني. ايه اعتبارات اقليميه مثلا زي الصعيد مثلا لازم يبقى له ممثل، وده اعتقد توجه لا باس بيه اذا كانت في مجموعه مثلا 10 انديه، ده موجود في بعض الدول الافريقيه مثلا. ده يعني انا ماليش دعوه، انا بسالكم بطرح لكم كل التساؤلات. يبقى عندي مثلا دوري 18 ومجموعه فيها مثلا، ده مجرد اقتراح وممكن لا خالص بكلام حضرتك، هو دوري 22 نادي ويتنافسوا ونقدر نعمل. نتكلم عن الدرجه الثانيه. نعم لا تحت الدرجه على طول. 22 نادي شغلانه الاتحاد وخبراء الاتحاد ولجانه الفنيه تقعد تدرس. تمام. ازاي تصل بالدوري بتاع 72 ده الى 22 و يعني مع فكره
توسيع انتشار وتوسيع القاعده بتاعت المشاركين. بيبقى بحيث ان يبقى فيه في الصعيد في فرق تضمن مكان تلاقي فرق. انا الحقيقه ما بحبش يعني ايه اميز، ما بحبش فكره ادب المراه وسينما المراه وفريق الصعيد وفريق الاسكندريه. انا يعني دي حاجات تنافسيه وحاجات تقوم على الابداع والقدرات. اللي يكسب الاحسن هو اللي يبقى موجود. انما وظيفه الاتحاد انه يدي الفرصه لانديه الصعيد انها تبقى موجوده. كانت كويسه وعندهم وفر له امكانيات، وفر له جو، وعندهم القدرات والامكانيات. وقدروا يكسبوا ويطلعوا في الدوري الدرجه الثانيه، اهلا وسهلا. لو مش قادرين خلاص، يعني انا مش من انصار فكره التمييز ده. انما يا ريت يوصلوا لنا بطريقه يخفضوا العدد من 72 الى 22. طيب ناخد راي خالد بيومي، اتفضل يا كابتن خالد. برغم طبعا يمكن انا اتفق مع الصحفي في كلمه ان انا برضو مش عايز اميز الصعيد، اذا ما كانش قادر ان هي تطلع نادي ما تطلعش، يعني هي مش مشكله خالص، مش قضيتنا. انما هي في البدايه الدوله لازم تعلم ان كره القدم صناعه. هل الدوله المصريه تعلم ان كره القدم صناعه بوزيرها بحكومتها باتحادها بانديتها؟ المفروض الرد المفروض بس هل فعلا متواجد عندنا؟ يعني الحقيقه انا بثق في الوزير شويه، ممكن تكون انت مختلف معايا، انا بثق في الوزير لكن الباقي لا خالص. انا ثقتي في المهندس خالد الرئيس يعني كبيره جدا، بس انا بتكلم هل الدوله كدوله تعلم ان كره القدم الصناعه زي الموجوده على مستوى العالم؟ لا. استاذ حسن قال لك لا. لا يعني الصناعه في الرياضه في كره القدم المطلوبه دي مش موجوده عندنا. دي واحد. اثنين، انت عندك دوري محترفين. عارف يعني ايه اصدار لائحه دوري المحترفين لكل نادي من الانديه المصريه المشتركه ل 20 نادي المشتركين؟ يعني كل الانديه المصريه التي تشارك في دوري الممتاز اللي احنا بنطالب يكون قيمته الملايين وملايين لا يتناسب عليها او لا يتوافق عليها حته الى دوري المحترفين. لا تنطبق عليها الشروط، لا تنطبق عليها شروط، وانا كنت متولي هذا الملف واقول لك واجزم ان لا تنطبق عليها الشروط، لانها فيها شروط كبيره جدا. ارجع للملف اللي عند حضرتك هتعلم ان النادي الاهلي والزمالك بكل الانديه لا ينطبق على شروط المحترفين. اثنين، رؤساء الانديه بره من رجال الاعمال ولكنهم بيزنس خاص، بيزنس مال. رؤساء الانديه عندنا هنا تحولوا الى وجهه للفرقه الاولى بعيدا عن قطاعات الناشئين. وهضرب لك مثل بسيط، النادي الاسماعيلي وانا كنت اتولى اداره نادي الاسماعيلي. هل تعلم انه ينفق على النادي الاسماعيلي كفريق اول 12 13 14 مليون جنيه في السنه من جيب الحاج محمد ابو السعود على الفريق الاول؟ هو بيقدمش 2 جنيه كوره ويهمل قطاع ناشئين كان بينفق بيجيب له ملايين الملايين في ال 10 سنين الاخيره؟ مش دي رؤساء الانديه؟ وكلاء اللعيبه، انت لا تعلم يا كابتن احمد الصحافه ان وكلاء اللاعبين يتحكمون في اداره الانديه من تعيين مدربين واستقطاب لاعبين؟ هل هذا يصلح في كره القدم في مصر في دوله تريد ان تصل الى كاس العالم وتتقدم في كره القدم؟ لا. المانيا يا فندم فيها 1000 ملعب واحنا لا نمتلك ملاعب. حتى الان في ملاعب في مصر غير مضاءه بنلعب الساعه 4 و5 العصريه. ده كلام بعيد تماما، لابد ان الدوله تتدخل فيه، تتدخل بشكل كبير. الامور الفنيه لابد من عمل دوري الفئات السنيه من 13 لغايه 21 سنه، حتى لو ما فيش احتكاك يلعبوا بعضهم ضمن الاكاديميات والمعسكرات اللي تنفق على الدوله بجانب الاتحاد المصري. دوري القطاعات لغايه 23 سنه المنتخب الاولمبي، وده مهم جدا، مهم لمصلحتنا عشان نفرز لعيبه زي ما بنشوف في المانيا. هل انت عندك قانون للرياضه او قانون لكره القدم يا كابتن احمد؟ ده احنا جالنا اربع وزراء في ثلاث شهور لم ياتي واحد منهم بقانون يفعل حتى الان. مثالين مجلس الشعب نتكلم على تطوير لكره القدم وتطوير الرياضه. يا كابتن احمد الموضوع صعب جدا، لابد ان نتحرك جميعا. انا كتبت مقال من اسبوعين، استاذ حسن هرام مرحوم نجيب المستكاوي بيكتب بقاله 40 سنه، واستاذ حسن اطال الله في عمره بيكتب اخر 40 سنه بعديه، وحتى الان كره القدم لم تتقدم. احنا بنكسب بالصدفه، بالصدفة فقط لا غير، ونيجي نتكلم من شوية غريب طلع حسام غالي او علي غزالة او فلان. كرة القدم مش كده يا جماعة، كرة القدم صناعة، ولنا حلقة واثنين وثلاثة واربعة، لان المفروض امور كتير جدا. المانيا تطورت اداريا قبل ان تكون فنيا. اداريا يا كابتن احمد، احنا لا نمتلك اداريين في كرة القدم، نمتلك اداريين عشوائيين، لا نمتلك مدربين. اذا كان في احلال وتجديد في اللعيبه، هناك احلال وتجديد في المدربين. نحن نمتلك 20 مدرب او 25 مدرب من 30 سنه بيلفوا على الانديه المصريه كلها، والناتج صفر دون اي بطوله. معظم البطولات اللي هي المحليه جت من مدربين اجانب. صحيح الكلام ده ولا غلط؟ صحيح يا كابتن احمد. حاجات كثيره جدا لازم نتكلم فيها وتفتح ده دمل، انا اسف في اللفظ،
وهينفجر في وشنا احنا بنعملين نعالج فيه يديله مضاد حيوي والمضاد الحيوي يوم ما نخسر من تونس او نخسر من السنغال وبعد كده كسبنا بتسوانا ماتشين ونكسب تونس ونوصل كاس امم افريقيا بسم الله ما شاء الله الله عليك يا مصر يا اللي مشرف اولادك من مصر وفيلم كبير جدا واغاني في التلفزيونات والاعلام بعيدا عن والله للاسف ده يا ريت السيناريو ده يحصل لكن للاسف لن يحدث يا خالد انا اسف والله اتمنى يا كابتن بس انا اتمنى وانا مزايك اتمنى استاذ حسن اتمنى لكنه هذا الامر لن يحدث ما انا النظره بتاعتي مش مقصوره على المنتخب فقط لا غير النظره بتاعتي يعني جايه على الانديه المصريه على دوري الدرجه الثانيه على دوري الدرجه الثالثه على القطاعات السنيه على الفئات السنيه وكلها بالكامل على افراز مواهب على دعم الدوله على تطوير كره القدم وتطوير الرياضه في مصر كل ده المفروض يكون على الترابيزه انا اعلم يعني اعلم اعلم من حوالي خمس سنين قبل كالمهندس انا برده معلش انا اسف يعني هو دوره كعضو مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي دوره الاشراف على كره القدم في في المناطق الافريقيه اللي بيتولاها يعني اعلم ان هو معاه خطه لتطوير كره القدم المصريه حتى الان مقدمه الى ان يركب ويبقى رئيس اتحاد كره القدم مصر انا عاقل يقول الكلام ده انا ما بهاجمش حد ولكن انا مريده او خالد بيومه او احمد شبيره او حسن مستجاوي استفادوا من الدوله المصريه استفادوا من مصر بالكامل ومصر ادتهم كتير جدا على الاقل لو لديك تطوير لكره القدم طب يا اخي عشان المكتب الدولي المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي حطها للاتحاد المصري يشتغل شويه انا اسف معلش يعني لا اسف ليه ما تتكلم براحتك وفي حاجه اسمها اسف والكلام ده ما عندناش لا مشاكل ولا حرج ولا اي نوع من انواع الازمات يا كابتن خالد اتفضل هي بس الجزئيه ان احنا لابد ان نتعامل في الوقت الحالي بشكل علمي بشكل مدروس لازم نحط خطط اذا كان مدير فني للاتحاد اذا كان الاتحاد المصري لكره القدم مع الانديه المصريه كلها بالكامل لازم نحط خطط مدروسه لان بنتكلم التجارب اللي نجحت ايه حتى لو مش هننجح فيهم بنسبه 100% احنا لدينا امكانيات ان احنا ننجح 50% زي ما قلت لك بقطاعات فنيه بتغيير مدربين باكاديميات بقطاعات شبابيه بتغيير شكل الدوري من 20 و24 نادي عشان نفرز مواهب يمكن في اسبانيا وفي انجلترا وفي المانيا وايطاليا الانديه الكبيره اللي هي الكبيره اللي هي التوب يعني بتشتري عشان عندها اموال الانديه الصغيره اللي هم 16 نادي اللي هو في الدوري الدرجه الاولى اللي هو دوري ممتاز بياخدوا من دوري الدرجه الثانيه دوري الدرجه الثانيه ده بيطلع ل 16 نادي ما بيحتكوا مع الفرق الكبيره بتلاقي لعيبه راحت للفينتس لعيبه راحت للمانشستر انما اذا اقتصرنا الدوري على 64 نادي دوري جغرافي فقط لا شيء غير هدفه الوحيد هو العمليه الانتخابيه والبقاء على الكراسي كعضو مجلس اداره او رئيس اتحاد يعني للمنظره العامه اعتقد ان احنا سنستمر وسنسير الى هذا الموضوع الموضوع مش موضوع شوقي غريب ولا احمد حسن ولا نبيل الموضوع دي سيستم كره قدم مش موجود في مصر المنظومه في مصر تدار بعشوائيه منذ اكثر من 10 سنوات وستستمر الى ان نضع حلول وخريطه ممنهجه من قبل الدوله مهندس خالد عبد العزيز قائد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مهندس انا بريده اتحاد كره القدم المصري الانديه المصريه كل من هم مناطين بكره القدم حتى الاعلام لازم يكون له دور اتمنى في الفتره الجايه كلنا دور مش في حاله الهزيمه فقط لا غير انا بشكرك كابتن خالد وبجدد الدعوه للجمعه الجايه باذن الله اذا كانت ظروفك تسمح مع كابتن حسن مسكاوي اشكرك شكرا جزيلا طيب كلام مهم كلام منطقي وكلام مقبول وكلام معقول جدا اعتقد نتفق مع الكثير منه ان لم نكن نتفق معاه كله وخلينا تاني يا استاذ حسن عشان عنوان الحلقه دي هو انقاذ كره القدم المصريه انا ليس دوري انقاذ الرياضه المصريه بالكامل انا هنا في الحلقه دي انقاذ كره القدم المصريه انتوا بتتكلموا على نقاط حضرتك انت ما هو انت يا كابتن مع تعريف واضح للكره المصريه، الكره المصريه مش منتخب مصر، هي منتخب مصر هو الكنيزه الاخيره اللي موجوده على التورتايه، لكن ما تبقاش تورتايه محشيه مسامير. نعم صحيح. احنا التورتايه بتاعتنا بصراحه يعني كلنا بنحب الكوره وبنحب الدوري المصري وعايزين نشوفه عايزين نتكلم فيه لكن التورتايه دي مليانه مسامير فيعني عماله تعورنا تهرينا متهرينا بقى من 40 سنه ومن 50 سنه احنا عاملين نشجع كوره مع كل الفرق واحنا بنشجع المشجع المصري هو الوحيد يقول يا رب يا ساتر دي. يا رب يا رب يا ساتر وبنقعد نحسب كل سنه بتعمل نفسك بتسوانا وتونس احنا عايزين تونس وهكذا بتسوانا تتغلب والجزائر تتغلب والنمسا تتغلب وانجلترا تتغلب وما نوصلش واحنا نكسب كل الماتشات وما نوصلش ومش هنوصل برضه طبعا يعني طيب خلينا اقول النقاط اللي انت حضرتك قلتها اهم نقطه اهم نقطه نعم تجربة ألمانيا اللي اتكلم فيها خالد كاتبها طب خليني اقرا لك النقط تجربة لأنه عايز حضرتك أنت تعلق تقول لي في النهاية لازم تدي رشدة لأنه مش هنبقى أقول لك تجربة ألمانيا يعني عشان إحنا الأول ما قعدنا
وخالد اتكلم عليها. انت حضرتك بدات بيها وهو راح معلق عليها. نعم. لانها تجربه الكره الالمانيه. المانيا كان لازم تكسب كاس العالم 2010. نعم. بوضوح حضرتك قلت ده قبل كاس العالم ما يبدا. وقلته. نعم. وقلته كمان ايام كاس العالم 2010. مظبوط. لا حضرتك قلت احنا عملنا حلقات كاس العالم حضرتك قلت ده قلت مش هولندا كانت المانيا. والمانيا كسبت. نعم. كاس العالم. نعم. عن جداره 2014. نعم. عشان كده بقول لك التجربه الالمانيه. الناس دي لما خسرت كاس الامم بس ملاعب المانيا. لا طبعا عشان الناس تبقى عارفه الدنيا ماشيه ازاي. هنا بقى البدايه بالمنشات. لا 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 هنا. نعم. بقى هنا بقى. هو دي الكره المصريه. نعم. ده جزء منها. المنشات دي. منشات بس مش اصنام. مش برافو عليك. منشآت شغاله. منشآت. تطوير شغال. منشآت. نعم. الناس تخش تحب تدخلها. تتفسح تتبسط. تتغدى تتعشى. نعم. تشتري حاجات. هو دي كيمياء. هم احنا عاملين نعمل مولات في كل خرم في مصر. وعاملين نعمل قهاوي في كل خرم في مصر. في مول بيتبني جنبنا هنا ده اكبر مول في مصر. انا قلت جنبه صحراء الزم صاحب المول ده انه يعمل لي جناين ويعمل لي ملاعب هو يشرف عليها بحاجات رمزيه جدا بس هي موجوده. بدل ما تدي الواد يتنطط في حته قد كده. اديني جنينه واديني ملعب واديني. ان احنا بنعمل مولات. بتكلف مليارات. نعم. مليارات. وفيها محلات ومطاعم. طبعا. طب لما نعمل ملاعب بقى مش هقول نتكلف مليارات. وعلى فكره السعه الاقتصاديه. لملعب الكوره 30 او 40 الف متفرج. لا ده انا عايز اعمل هنا ملاعب من غير جمهور. ده انا فاهم. تتكلم ملعب عادي. ملعب. نعم. مظبوط. ملعب للاهلي، ملعب للزمالك، ملعب للترسانه، ملعب للانديه. الملاعب دي وهي استثمار للاجيال القادمه. في وسائل كمان ممكن الدوله ما تتكلفش بناء الملاعب دي. ممكن مستثمرين اجانب ونعرف ان في هولنديين وشركات اجنبيه عرضت على بعض الانديه انها تبني ملاعب استادات ليها على احدث طراز لكن ده ما حصلش موافقات عشان الارض ومش عارف ايه. انما يعني لازم الدوله تساعد بانها تقدم الارض. والانديه تجيب شركات اجنبيه تبني. استاذ حسن برجع اقول لك قصه المول اللي جنبنا ده اللي قدامنا ده. اللي دافع المليارات لما تقول لي اعمل لي ثلاث ملاعب مفتوحه انا هعمل ثلاث ملاعب مفتوحه الدوله انا بدي لك الارض دي تعمل لي فيها ملاعب مفتوحه وانت اللي تكلفها وما بتاخدش منها ايجار ولا يحزنون بس ملاعب بجناين بحدائق واسعه يبقى عندك رئه يبقى عندك فرصه مش ملعب كوره بس زي ما حضرتك قلت انه الرياضه في مصر مش كره قدم فقط لا غير ولا اصلاح الكوره مش المنتخب الاول فقط لا غير اذا عملنا ده يبقى حضرتك عندك ملاعب مفتوحه بشكل جيد عملت نوع من انواع الاستثمار بشكل جيد هو نفسه عمل جذب هو المول ده لما الواد يروح يلعب كوره والبنت تروح تلعب بينج بونج واللي مش عارف مين يلعب باسكت ومين 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 في الملاعب ده اعتقد دي فكره بسيطه ووجود الاراضي موجوده من الدوله هنا ولازم احط جنبيه مول والمول يبقى جنبه مول وجنبيه مول وجنبيه عمارات سكنات يعني نشجع حتى نشجع الانديه الخاصه نشجع شركات ورجال اعمال ان هم يعملوا انديه خاصه وكل واحد يعمل نادي تقعد تحاسبه انت واخد الارض بكام ومش واخد الارض بكام لان هو في ناس اخذت ارض بسعر المتر زي سعر البيت يعني مش حاجه تفضل كان من الدوله وعملوا انديه خاصه الدكتور احمد باجت لما بدا في اكتوبر هنا كانت الناس تقول ايه المجنون ده اللي جاي هنا ولو ده يدوني فلوس مش هاجي ثم عمل كان راجل اجي حاسبه النهارده انك عملت ده مستحيل طبعا. يعني خلينا بس نرجع للتجربه الالمانيه. المانيا لما خسرت كاس الامم الاوروبيه كانت تطلع حاصل ولا حاجه؟ لا 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 خالص لما المانيا خسرت كاس الامم الاوروبيه قالوا ايه المشكله بتاعتنا؟ قعدوا يقولوا ليه هي مره واحده ما المانيا خسرت كاس الامم بس قبل كده عماله تلعب فاينل كاس عالم وتاخد كاس عالم وكاس اوروبا يعني ما هماش مثلا يعني بيتنشأوا على بطوله يعني لما خسروا كاس الامم الاوروبيه 2000 قالوا لا احنا لازم نشوف ايه المشكله عندنا قال لك احنا ما عندناش ناشئين راحوا عاملين ناشئين ده على مدى 10 سنين قالوا بعد 10 سنين في 2010 هيبقى عندنا ناشئين جابوهم ازاي؟ قال لك ما عندنا ما انت عايز ناشئين يبقى عايز مدربين نعم فصنعوا 17000 مدرب للناشئين 17000 في الوقت ده مدرب للناشئين في الفتره دي انجلترا ام الكوره عندها 900 مدرب للناشئين المانيا 17000 يعني لازم تبتدي للناشئين ما هو انت الناشئين دول بعد 10 سنين هيبقوا الفيرست تيم المانيا قالت السرعه اهم مهاره في الكوره اللي مش سريع مش هيلعب كوره مش هينفع يعني هيترمي بقى زي ما احنا بنعمل بقى يحضن بقى بالعلم بس وعشان يعمل السرعات عند اللعيبه
دي مساله بقى علميه يعني 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 عايزه دكاتره يروحوا المانيا يعرفوا ازاي. طب انا هسالك سؤال صعب جدا، عايز بس اقول لك حاجه، ان منتخب المانيا في 2010 كان اصغر منتخب متوسط عمر، متوسط عمر يمثل طبعا في البطوله ويمثل المانيا في كاس العالم. هسالك سؤال اجابته صعبه جدا، زي ما قال خالد بيومي وحضرتك قلت في وسط الكلام، هل احنا بنتكلم لتطوير الكره المصريه ومنظومه الكره المصريه والشغل الاحترافي المحترم؟ شباب عندنا دوري قوي، الدوري الممتاز والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وثم توسيع القاعده من الرابعه، هل ده يتعارض مع منظومه الانتخابات؟ هل الاصوات بتخلينا نضحي بشكل الرياضه بمنظومه الاتحاد بدل ما اعمل منظومه، بلاش منظومه الاتحاد، منظومه دوري محترمه محترفه؟ اقدر اعمل ده ولا ما اقدرش اعمله؟ كرسي، الصوت، ولا شكل الدوري؟ هاخد اجابتك بعد الفاصل لانه مهم جدا. السؤال صعب جدا، خلي بالك مش سهل الاجابه عليه. انا كنت هجاوبك لان انا لا لا ما تجاوبنيش غير بعد الفاصل، لان هفضل اتناقش معاك كتير. بس عندي حصاد الاعلامي وعندي فاصل وارجع للاستاذ حازم السكام. ختام بطولة فلاشينج ميدلز للتنس وتواصل منافسات مونديالي السلة والطائرة مع انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 15 وبطولة العالم للأندية في كرة اليد، كانت أهم الأحداث الأوروبية والعالمية خلال هذا الأسبوع. وعلى غير العادة نبدأ باللعبة البيضاء، حيث توجت السمراء الأمريكية سيرينا ويليامز بلقب فرد سيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في مسيرتها الاحترافية، بعد تفوقها على الدنماركية كارولين فوزيانكي بمجموعتين دون رد على ملعب أرثر آس يوم الأحد. في اليوم التالي ذهب لقب فرد الرجال للكرواتي مارين سيليتش المصنف الرابع عشر في البطولة بعد تغلبه على الياباني كيني شيكوري المصنف العاشر بثلاثة مجموعات دون رد بوقع ستة أشواط مقابل ثلاثة في كل مجموعة. من التنس ننتقل للعبة العمالقة، حيث أصبح منتخب الولايات المتحدة على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقبه كبطل للعالم في السلة بعد أن حجز مقعده في المباراة النهائية بتغلبه على نظيره الليتواني بنتيجة 96-68 في اللقاء الذي أقيم على صالة برشلونة مساء أمس الخميس. أما في النسخة 18 لمونديال الطائرة الذي يقام في ضيافة بولندا فقد انطلق الدور الثاني للبطولة دون ممثل العرب بعد أن تكبد منتخب مصر خسارتين جديدتين بداية الأسبوع أمام بلغاريا والمكسيك بنتيجة 2-3 وتزيل المجموعة الثالثة. وعلى نفس الدرب سار المنتخب التونسي الممثل الثاني للطائرة العربية في البطولة بعد أن خسر أمام كوبا 2-3 وفنلندا 3 أشواط دون رد، وأنهى المنافسات في المركز السادس والأخير في المجموعة الثانية. مع بطولات العالم في الألعاب الجماعية نتواصل ونتوقف هذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نجح فريق السد في بلوغ نهائي النسخة السادسة لكأس العالم للأندية لكرة اليد بعد فوزه على فيلسبورغ الألماني بطل أوروبا بنتيجة 27-26 وضرب موعدا مع برشلونة الإسباني مساء اليوم الجمعة بعد فوز الفريق الكتالوني على الجيش القطري بنتيجة 39-29. في كرة القدم شهدت الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها فرنسا عام 2016، حفلت بالعديد من المفاجآت. أبرز هذه المفاجآت كان خسارة المنتخب البرتغالي على أرضه أمام ألبانيا بهدف في المجموعة التاسعة، والأوكراني أمام سلوفاكيا، واليوناني أمام رومانيا بنفس النتيجة في المجموعتين الثالثة والسادسة. أما المنتخب البوسني فقد سقط أمام ضيفه القبرصي بهدف لهدفين في المجموعة الثانية. وبعيدا عن المفاجآت شهدت الجولة الافتتاحية عودة قوية للمنتخبات الكبيرة، خصوصا تلك التي قدمت مردودا ضعيفا في المونديال، وأبرزها منتخب إسبانيا الذي اكتسح مولوفا 5 أهداف لهدف في المجموعة الثالثة،
والإنجليزي الذي عاد لعاصمة الضباب بفوز ثمين بهدفي داني ويلبك على حساب سويسرا في المجموعة الخامسة. وبنفس النتيجة فاز منتخب إيطاليا على النرويج في المجموعة الثامنة في أول لقاء له تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي. وفي أبرز نتائج هذه الجولة، حقق المنتخب الألماني بطل كأس العالم فوزا هزيلا على اسكتلندا بهدفين لهدف في دوسلدورف، بعكس نظيره الهولندي الذي خسر أمام منتخب التشيك بنفس النتيجة في براغ. من القارة العجوز نطير للقارة اللاتينية، حيث بدأ منتخب البرازيل مسيرته مع مديره الفني الجديد القديم كارلوس دونجا بفوزين وديين على كولومبيا بهدف نيمار دا سيلفا يوم السبت، والإكوادور بهدف ويليان يوم الأربعاء. نختتم الجولة الكروية ببعض الأخبار العالمية، حيث أعلن السويسري جوزيف بلاتر نيته للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لفترة خامسة. وهدد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي بإيقاف النجم الفرنسي بلير ريفري 3 مباريات مع بايرن ميونخ حال إصراره على الاعتزال الدولي ورفض استدعائه من قبل مدرب الديوك ديدي ديشام. مع أخبار النجوم نستمر، حيث تعرض النجم الألماني مارك رويس لإصابة في الكاحل في لقاء بلاده ضد اسكتلندا في التصفيات الأوروبية. وفي موضوع آخر، أكد برايان روبرتسون نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق صعوبة فوز الشياطين الحمر بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ورشح الثنائي تشيلسي ومانشستر سيتي للمنافسة على البريمير ليج.